بالرغم من كل التحديات اللي مر بها البلد، وطبعا محافظتنا جزء من هذا البلد، في قضية الإرهاب ومحاربته، الأزمة المالية والاقتصادية الكبيرة اللي مر بها العراق، لكن الحمد لله عجلة الاستثمار ظلت مستمرة وبتشجيع كبير من لدن الحكومة المحلية في كربلاء. وهذا المشروع كان متلكئا الحمد لله، رغم كل هذه التحديات استطعنا أن ندفع باتجاه تحريكه، والآن باشروا به، الآن افتتاح المركز التسويقي لهذا المجمع. مثل هذه المشاريع تساهم بشكل كبير جدا في حل أزمة السكن، لأنه تقدم نماذج سكنية رائعة وجيدة، وفي الوقت ذاته أيضا أسعارها تكون مناسبة للعموم، تساهم في ردم الهوة الكبيرة بين أصحاب الدخول العالية وأصحاب الدخول المتوسطة، ونتأمل إن شاء الله أيضا بالنا أنه ندمج وياها على المستقبل القريب إن شاء الله، أنه تستوعب أيضا حتى ذوي الدخول المنخفضة من الفقراء، وإن شاء الله نتعاون جميعا بما نؤمن به من دور ورسالة كبيرة جدا للقطاع الخاص ودوره في النهوض والتنمية والازدهار. هذه المشاريع هي شغل القطاع الخاص اللي احنا نشجعه، ونعتقد انه في يوم من الايام ينبغي ان تكون له الريادة بشكل كامل. مهمة الدولة هي تقديم التسهيلات وتقديم الخدمات، ايصالها لغاية هذه المشاريع من ماء، مجاري، كهرباء، صرف صحي، غيرها، هذه كلها تتهيئ، الإشراف والمتابعة بشكل دقيق، ضمان عدم تحول هذه المشاريع لابتزاز للمواطنين لا سمح الله. والحمد لله أغلب الناس اللي يشتغلون في هذا القطاع هم يحققون أرباح خاصة لهم، وفي نفس الوقت يساهمون في حل هذه الأزمة. أكد هناك العديد من الضوابط والالتزامات، أكو التزامات تخليها يعني قوانين الاستثمار، وأكو التزامات لا تفرضها طبيعة كربلاء، أيضا إحنا أيضا ناظرين إلها ونعمل عليها.